مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض فيها أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية بعد فاصل قصير. يقال أن الحق في العراق لجلج والباطل أبلج. نبدأ الحلقة من صحيفة المدى بعنوان القصة بمقارنة أخرى بين حدث تاريخي، حيث وقع في فرنسا حدث تاريخي عندما طالب الفقراء بالخبز وعجز النظام عن فهم مطالبهم، مع أحداث في العراق حصلت وكوريا الجنوبية، حيث ارتبطت فضائح الفساد بأنواعها بأشخاص في السلطة. يشير الكاتب إلى كيف أصبحت حقيبة يد فاخرة جدا سببا في فضيحة سياسية في كوريا الجنوبية، بينما في العراق لم تثر سرقات بمليارات الدولارات نفس الضجة. ينتقد الكاتب التهاون في محاسبة الفاسدين في العراق، مذكرا بأمثلة لمسؤولين تم تبرئتهم أو تغريمهم حتى بمبالغ تافهة للغاية رغم تورطهم في سرقات ضخمة. يبرز المقال هذا الفجوة بين العدالة المحققة في دول أخرى والتهاون الذي يسود في العراق، مما يعكس تماما حالة من الفساد المستشري وعدم وجود محاسبة حقيقية أو قانون. مع الضجة التي أثارتها حقيبة زوجة الرئيس في كوريا الجنوبية، تذكر عزيزي القارئ البراءة المباركة التي صدرت بحق المؤمن فلاح السوداني الذي لفلف أموال الحصة التموينية، وتذكر أيضا حالة الخجل التي أصابت القوى السياسية وهي ترى الوزير ملاس عبد الكريم ينهب وزارة التجارة دون أن يقترب منه أحد، وتذكر أكثر ما فعله الدباس وصلاح عبد الرزاق وأيهم السامرائي. لكن قبل ذلك تذكر الحكم التاريخي على النائب الأسبق جواد الشهيلي، والذي غرمه القضاء مبلغ 250 دينارا عدا ونقدا، رغم أنه استغل منصبه وأخرج بقوة السلاح أحد المتهمين بملفات الفساد. ولا أريد منك أن تتذكر الحيتان الكبيرة التي لهفت عشرات المليارات، فهي فوق القانون والمحاسبة. كأنما الدرس الذي تعطيه بعض الشعوب موجه على نحو خاص إلى بلد نواب وساسة صدعوا رؤوسنا بالنزاهة، لكنهم صمتوا على الأموال التي ذهبت مطمئنة إلى قاصات الفاسدين. ونحن ندلف إلى نهاية هذا العام وما زال الشعب يعيش على الوعود. ومن صوت العراق نقرأ وإياكم مقالا بعنوان الاحتلال الإيراني الناعم للعراق السوداني، أي سيادة ونحن نستورد القمح من الخارج، يقول الكاتب بقلم مهدي القاسم. يتناول قاسم قضية النفوذ الإيراني في العراق، مشيرا إلى تصريحات رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني التي تعكس تماما واقعا مريرا لانعدام السيادة الوطنية. يوضح كيف أن العراق رغم امتلاكه موارد طبيعية كبيرة يعاني من التبعية الاقتصادية لإيران بسبب سياسات التخريب المتعمد لقطاعات الزراعة والصناعة والطاقة وقطاعات مهمة أخرى. يشدد المقال على أن الاحتلال الإيراني لا يقتصر على السيطرة العسكرية، بل يمتد كذلك ليشمل الاقتصاد والسياسة، مما يؤدي إلى تدمير البنية التحتية للعراق وفتح الأسواق العراقية أمام المنتجات الإيرانية. ينتقد الكاتب القوى السياسية العراقية المتواطئة مع هذا الوضع، ويشير إلى استحالة تحقيق السيادة الوطنية في ظل الهيمنة الإيرانية المستمرة الواضحة. كتبنا مرارا وتكرارا قائلين ومؤكدين على أن العراق محتل احتلالا ناعما من قبل النظام الإيراني، ولكن الأدهى والأتعس من ذلك أن هذا الاحتلال الناعم جرى بل يستمر بمثابرة وإخلاص من عناصر وجيوش وميليشيات محلية عراقية مدججة موالية للنظام الإيراني، طبعا ليس سرا إنما علنا وبصراحة مطلقة وعبر تصريحات صلفة في قنوات وفضائيات أحيانا.
وهذه الحقيقة السافرة والصارخة يعرفها كثيرون من المتابعين لتطورات الوضع السياسي في العراق، ولكن دون اعتراف صريح وواضح بهذا الواقع الاحتلالي الناعم والمرير المستمر والمخزي منذ سنوات ما بعد الغزو الأمريكي للعراق. ولكن ها هو رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني يصرح علناً، كأنما اعترافاً وإثباتاً لهذه الحقيقة على صعيد انعدام السيادة الوطنية للعراق، حتى ولو دون تشخيص مباشر حينما يتساءل: أي سيادة ونحن نستورد القمح من الخارج ونمتلك النهرين العظيمين؟ يقال إن إرهاب إيران يزيد كلما أتى رئيس جديد. إلى صحيفة العربي الجديد يقول المقال: أزكشكان والمنطقة القوية المزدهرة، عنوان جذاب مآلته الحكم، بقلم عبد الباسط سيدة. يتناول المقال انتخاب رئيس إيراني إصلاحي جديد مسعود بازشكيان بعد حادثة وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، مشيرا إلى دلالات هذا الانتخاب في السياسة الإيرانية تحديدا. يبرز الكاتب محدودية دور الرئيس في النظام الإيراني بسبب السلطة المطلقة للمرشد الأعلى، ويشير إلى تصريحات بازشكيان حول التعاون مع دول الجوار العربي لبناء منطقة قوية مزدهرة. ومع ذلك يشكك الكاتب في مصداقية هذه الدعوات في ظل التدخلات الإيرانية المستمرة في شؤون دول المنطقة كافة، واستخدام إيران لسلاح المظلومية المذهبية كأداة رئيسة لتحقيق نفوذها الإقليمي. يشدد المقال كذلك على أهمية التحلي بالواقعية في قراءة سياسات إيران والتعامل معها بحذر شديد. كان من المتوقع أن تكون ردة الفعل الإيرانية الرسمية على ذلك الحدث قوية متشنجة بانتخاب رئيس متشدد في الأقل، ولكن ما حصل العكس، إذ تمكن إصلاحي من الفوز بالرئاسة متقدما على 4 محافظين يتراوحون بين درجتي المحافظ المعتدل والمحافظ المتشدد جدا في صعيد التعامل مع الغرب، خاصة فيما يتصل بالملف النووي. ولكن حتى لا يبعدنا التفاؤل عن حدوده المألوفة ضمن نظام ولي الفقيه، لابد أن نأخذ في اعتبارنا محدودية دور الرئيس وإمكاناته السلطوية المتواضعة، خاصة ما لم تكن له علاقات وثيقة راسخة مع دوائر القرار. فالنظام الإيراني مفصل وفق مقاسات السلطة المطلقة التي يحظى بها المرشد الأعلى، الآمر الناهي في ميدان وضع الاستراتيجيات واتخاذ القرارات المفصلية وتقريب المسؤولين أو إبعادهم بموجب درجة ولائهم، بناءً على مراقبة مواقفهم وتصريحاتهم وتحركاتهم واتصالاتهم وطبيعة طموحاتهم، واستنادا إلى تاريخهم ودورهم في بناء صرح النظام الذي وضع أسسه الخميني. ولنا في هذا المجال أمثلة حية من الواقع الإيراني نفسه، وفي أعلى المستويات هاشمي رفسنجاني، محمد خاتمي، محمود أحمد نجاد، وحسن روحاني. ومن موقع عربي 21 ينتقد الكاتب أحمد موفق زيدان النظام السوري بقيادة بشار الأسد، ويصفه بأنه حصان خاسر، مشيرا إلى عدم قدرة النظام على تلبية متطلبات شعبه أو تقديم التنازلات المطلوبة حتى من قبل الدول المجاورة. يسلط الضوء على فشل النظام في تحقيق الأمان والازدهار لسوريا، وانتقاداته المتكررة من قبل الدول الحليفة مثل روسيا التي ترى أن سوريا ليست مؤهلة حاليا للإعمار. يشير المقال إلى أن النظام يستخدم الإرهاب والمخدرات كسلاح لزعزعة استقرار الدول المجاورة مثل الأردن، وأنه لم يتخذ بعد أي خطوات حقيقية لمعالجة قضايا اللاجئين أو التعاون مع الفصائل الكردية. يشدد الكاتب على أن النظام السوري بات معزولاً تماماً وغير قادر على تحسين الأوضاع الداخلية أو تحقيق أي تقدم دبلوماسي أو اقتصادي على الأرض. هذا النظام متفسخ، وباتت مناطقه التي يسيطر عليها على أبواب ثورة ثانية، كما كتب المتخصص البريطاني المعروف بشأن السوري تشارلز ليستر في مقاله الأخير بالفورين بوليسي. وبالتالي
فإن هذا النظام لم يعد قادراً على الإيفاء بالمتطلبات اليومية لحاضنته، فضلاً أن يكون قادراً بالإيفاء لمتطلبات الدول المجاورة، إذ عجز مع حلفائه على معالجة ملف تنظيم الدولة، ونحن نقرأ بشكل شبه يومي عن عمليات ضده وضد مصالحه في البادية. فكيف سيكون قادراً على مقاتلة قوات سوريا الديمقراطية؟ ولمصلحة من؟ وقبل هذا كله، هل لديه القوة الكافية لنشر مقاتليه على جبهة قسد؟ الأمر الذي سيضعفه في مواجهة مناطق أخرى ستستغل الوضع لصالحها. إلى موقع ميدل آيست، أي ستارم يتجاهل الغضب الانتخابي حول فلسطين وسوف يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك، بقلم ديفيد هيرس. يستعرض الكاتب خيبة الأمل في التعامل مع كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني مع قضية فلسطين بعد توليه السلطة. يشار إلى أن الحكومة العمالية الجديدة لم تتخذ خطوات ملموسة لدعم حقوق الفلسطينيين، بل تواصل التواطؤ مع إسرائيل. ينتقل زيارة وزير الخارجية البريطاني لإسرائيل ومصافحته لرئيس الوزراء نتنياهو في وقت تواصل فيه إسرائيل هجماتها البربرية على غزة، مما يعكس ازدواجية المعايير البريطانية. يشير المقال إلى خيبة أمل المجتمع المسلم بالتحديد في بريطانيا من حزب العمال، محذرا من أن تجاهل هذه القضية قد يؤدي إلى نتائج سلبية عكسية على المدى الطويل. يشدد الكاتب على أهمية احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية في معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. بسكوتهما على مذبحة المواصي وما يبدو أنه خضوع للضغوط عليهما من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن المحكمة الجنائية الدولية، هل تلك هي الواقعية التي يتحدث عنها سترامر ولامي؟ ليس مفاجئاً أن يسير سترامر في الطريق نفسه الذي سلكته كل الحكومات البريطانية حول هذا الصراع، ولكن المفاجئة هو أن يفعل ذلك في هذه الأوقات غير العادية. لم يسبق أن شنت إسرائيل حرباً على غزة استمرت 9 شهور، ولم يحدث من قبل أن قتل 40,000 إنسان بشكل مباشر، وربما 3 أضعاف هذا العدد بشكل غير مباشر، كما قالت صحيفة ذا لانسنت الطبية هذا الشهر. ولم يسبق أن وضعت إسرائيل في قفص الاتهام داخل 2 من أعلى المحاكم الدولية. إن تزويد إسرائيل بالأسلحة في أي ظرف من الظروف أمر مثير للريبة، أما القيام بذلك في مثل هذه الظروف فيمكن أن يرقى إلى التواطؤ في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية. أحداث الحلقة مستمرة بعد الكاريكاتور. رغم أن الفلسطينيين يؤثرون على أنفسهم البقاء، شهدت المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس عمليات نزوح جماعي تجاه المناطق الغربية، خاصة المواصي بعد أوامر الإخلاء من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث نزح المواطنون سيرا على الأقدام أو بعربات نقل بدائية كارو في ظل ندرة وسائل النقل بسبب شح الوقود، هربا من الغارات الإسرائيلية المكثفة جنبا إلى جنب. تتواصل حملة القصف العنيف على شتى مناطق القطاع المدمر، مستهدفة بذلك على وجه الخصوص والتحديد مدارس إيواء النازحين، فيما تستمر المعارك البرية في مدينة رفح وسط التوغل البري المستمر منذ 77 يوما،
حيث بلغت الأزمة الإنسانية مستويات لا يمكن تصورها في ظل دمار المشافي وسقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى يومياً ونزوح المدنيين العزل مرة تلو الأخرى في ظل شح الطعام والمياه وانعدام المأوى وقصف الاحتلال المدارس، إذ افترش الآلاف من المهجرين الطرقات ومحيط المشافي هرباً من القصف وبحثاً عن النجاة والمكان الآمن. نشاهد الآن وإياكم تقريراً من مواقع الصحف التي اخترناها لكم. أنا طفل طفل ماسك لافتة مكتوب عليها أوقفوا الحرب. بخصوص مثلاً هذه اللوحة أنا بشوفها كل يوم بشكل يومي. الآن في الحرب لما صرت أشوف كل يوم في مشاهدات يومية من زي روتين يومي صار في عند الناس، تصحى من الصبح تدور على المية، تدور على الخبز، تدور على كيف تأمن يومها. المشاهد هذه أثرت فيه جداً، فلما جيت أنا بدي أرسم هذه الأشياء، بالفعل أنا ما كان في، كان عندي شوية ورق A4 كنت بشتغل عليه، بعدين هذا الورق استنزف مني كله. فكنت أنا قاعد هيك بالمرسم، فكان في عندي شوية كراتين، هذه الكراتين اللي هي عن طريق وهي مساعدات. فقلت أنا ليش ما أرسم على هيك أشياء؟ فبديت أنا أمسك الكرتون البوكس صندوق، فقسمته لإطارات فريمات وبديت أنا أشتغل عليه. فلقيت فيه استحسان كبير من المشاهدين للموضوع هذا، كيف أنت ربطت مشاهد الحرب في كابونة مساعدات طرود غذائية. فكان الإشي كان فيه فلسفة نوعا ما، فيه فلسفة فنية إنه هدول الكراتين أو السلة الغذائية هذه ما شفناهاش إلا في الحرب، مرتسم عليها مشاهد برضو مشاهد يومية من اللي إحنا بنشوفها في الحرب. هذه أنا كان مسميها على السوشيال ميديا الحضن الأخير. أنا في أب اكتظم جثة ابنه ومسميتها الحضن الأخير. قديش حالة الفقد بتكون حزينة جدا، مؤلمة جدا. فإحنا بنحاول نوصل رسائل من خلال الرسومات للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي، وإحنا في عندنا أطفال بدهم يتعلموا، بدهم يتعالجوا، بدهم ياكلوا منيح، لأنه معظم الأطفال اللي صار عندهم سوء تغذية. فبنحاول بطريقة أو بأخرى هذه الرسائل نوصلها للمجتمع الدولي. إلى اللقاء.